السلام عليكم، معكم أمير، مرحبا بكم في قناتكم تريك برو. اليوم إن شاء الله في حلقة جديدة سنقوم بالتعرف على الجهاز الجديد لكوندور، وهو كوندور ألور أم أم بلس، أحد الأجهزة الممتازة جدا وليست الجيدة فقط، جهاز ممتاز جدا وهو جهاز عملاق جدا حقيقة. الشيء الذي يجعل هذا الجهاز بهذه المواصفات وهو قوة المواصفات مع السعر المناسب. اليوم إن شاء الله راح نفتح علبة الجهاز ونتعرف على شكل الجهاز، نتعرف على مكونات العلبة، وأيضا نتعرف على جميع خصائص الجهاز، والرأي الأخير يرجع لكم أنتم إن كان الجهاز فعلا يستحق الاقتناء أم لا. أول شيء نقوم به وهو فتح علبة الجهاز. قبل البدء في فتح علبة الجهاز، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على جرس التنبيهات والإعجاب بالفيديو. أول شيء نقوم به وهو فتح العلبة. إذن كما ترون هذا هو جهاز كوندور MA بلس، جهاز نوعا ما كبير وأيضا ثقيل. أيضا نجد الضمان الخاص بشركة كوندور كالعادة. وماذا نجد أيضا؟ نجد فيلم بروتكتور خاص بالجهاز لحماية الجهاز من الخدوش. أيضا نجد دليل المستخدم الخاص بالجهاز. نجد أيضا سيليكون خاص بالجهاز من أجل الحماية. وأيضا ونجد أيضا بوشت جميلة مثل التي في كوندور MA، وهي ذو نوعية تصنيع جيدة جدا. أيضا نجد هنا مسمار خاص بشريحتين سيم والكارت للذاكرة، وأيضا نجد هذا الأكسسوار الخاص بالمشاهدة الذي تضعه وراء الهاتف من أجل وضعه على الطاولة. أيضا نجد سماعة الأذن وهي بجودة تصنيع جيدة جدا. أيضا نجد OTG خاص بالجهاز وهو 2.0، ونجد الشاحن الخاص بالجهاز وهو كما قلنا 2.0. إذن هاته جميع مكونات الموجودة في الجهاز، وكوندور كالعادة تعطينا جميع الأكسسوارات الخاصة بالجهاز. الآن بعدما انتهينا من فتح علبة الجهاز، الآن نتعرف على الشكل الخارجي للجهاز. شكل الجهاز أنيق جدا، وأيضا نوعية التصنيع ممتازة، وتحس الجهاز فخم جدا. من هذه الجهة نجد زر الباور وزر خفض ورفع الصوت. من فوق نجد منفذ خاص بسماعات الأذن، ومن هذه الجهة نجد منفذ خاص بشريحتين سيم وكرت للذاكرة. من الأسفل نجد ميكروفون خاص بالمكالمات، ونجد أيضا مكبر الصوت الخاص بالجهاز، ونجد منفذ خاص بالداتا وأيضا خاص بالشحن. من الأمام نجد شاشة 6 إنش فول اتش دي، وهي بتقنية الIPS. نجد أيضا كاميرا 20 ميجا بيكسل، ونجد أزرار التحكم وزر الهوم، يعتبر أيضا قارئ للبصمة. من الخلف نجد كاميرا مزدوجة وهي 5 ميجا بيكسل و13 ميجا بيكسل مدعومة بفلاش ليد.
ويتوفر الجهاز أيضا على جسم جميل جدا، وأيضا نوعية تصنيع الجسم جيدة جدا. بالنسبة للخصائص الأخرى للجهاز، الجهاز يتوفر لنا على معالج قوي جدا وهو 2.6 جيجا هرتز أوكتا كور، يتوفر لنا على 4 جيجا من الرام، يتوفر على 64 جيجا من الذاكرة الداخلية، أيضا بطارية كبيرة جدا 4550 ميلي أمبير. أيضا الجهاز يتوفر على قارئ للبصمة، كما قلنا كاميرا سيلفي جميلة جدا وأيضا قوية 20 ميجا بيكسل، والكاميرا الخلفية يتوفر على كاميرا مزدوجة 13 ميجا بيكسل وأيضا 5 ميجا بيكسل. الأندرويد الموجود في الجهاز وهو أندرويد نوغت. كما تطلعنا للخصائص، خصائص جيدة جدا وقوية حقيقة، جهاز أعجبني كثيرا، جهاز يستحق الاقتناء، خاصة وأن سعر الجهاز وهو حوالي 42 ألف دينار جزائري. بهاته المواصفات أعتبر الجهاز ذو سعر جيد جدا. الأشياء التي أعجبتني في الجهاز، كل الخصائص الموجودة في الجهاز جيدة، تحس أن الجهاز متكامل من كل شيء. من حيث البطارية، توجد بطارية قوية جدا 4450 ميلي أمبير، بطارية جيدة جدا. أيضا من حيث الكاميرا، الناس الذين يحبون التصوير، كاميرا سيلفي 20 ميجا بيكسل أجدها ممتازة جدا، وأيضا كاميرا خلفية مزدوجة 13 ميجا بيكسل و 5 ميجا بيكسل أيضا مناسبة جدا. بالنسبة لحجم الشاشة وهو الحجم المثالي 6 إنش. أيضا بالنسبة للبروسيسور وهو P20 جيد جدا وقوي. بالنسبة للذاكرة العشوائية 4 جيجا من الرام، تجعلك تتمتع بتجربة جيدة جدا خاصة من حيث السلاسة. وأيضا بالنسبة للذاكرة الداخلية 64 جيجا بايت، ذاكرة جيدة جدا ومناسبة جدا. أيضا يقبل الجهاز كارت للذاكرة، أيضا الجهاز يتوفر على ماسح للبصمة، أيضا الجهاز يتوفر على شريحتين والاثنان يعملان 4G. إذا عن رأيي الشخصي هذا جهاز مثالي جدا، خاصة الأشخاص المحتارين في اقتناء جهاز ما بين 40 ألف و 42 ألف دينار جزائري، هذا اختيار جيد جدا. أنا لا أقوم بإشهار لأي شركة، لا لكوندور ولا لسامسونج ولا لأي شركة أخرى، أنا فقط أحضر لكم المنتج وأقوم بفتح العلبة وأقوم بمقاسمتكم تجربة فتح علبة الجهاز، أعطيكم المميزات الموجودة في الجهاز، ويبقى الخيار لكم أنتم الذين ستقومون بشراء الجهاز وليس شخص آخر. إذن بالنسبة لهذا الجهاز، جهاز ممتاز جدا أعجبني كثيرا، إن شاء الله يكون قد أعجبكم الجهاز كما أعجبني. إن لم يعجبكم أو إن كان أعجبكم اتركوا لي تعليقاتكم إن كان الجهاز يستحق الاقتناء أو لا يستحق الاقتناء. أيضا فيما يخص توفر الجهاز، هناك الكثير من الأشخاص يسألون إن كان الجهاز متوفر أم لا، الجهاز متوفر في جميع نقاط البيع. إذن هذا هو جهاز كوندور ام ابلوس، ان شاء الله نكون تكون حلقة اليوم قد اعجبتكم، وان شاء الله نكون قد افدتكم بالقدر الذي استطيع. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على جرس التنبيهات والاعجاب بالفيديو، هكذا لتشجعونني اكثر لبذل المزيد من الجهد. ان شاء الله يكون فيديو اليوم قد اعجبكم، وفي حلقات اخرى، والسلام عليكم.